إطار اللقاءات اللي جريها مشكور رئيس الجمهورية من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب ومن أجل وديعة الشهداء. اللقاء تقييمي له كان إيجابي ومثمر، تعلق بأم القضايا الأمة الجزائرية وقضية الأولى اللي هي القضية الفلسطينية، وتثميننا ودعمنا للمقاومة الدبلوماسية السياسية اللي تقوم بها الجزائر في أروقة مجلس الأمن وفي مختلف المحافل الدولية، ووقوف الشعب الجزائري سلطة وشعبا ومعارضتنا مع هذه القضية. ثم تناولنا بدون شك وضعنا الداخلي بإسهاب كبير، تقييم للسابق القريب والآني واستشراف للمستقبل القريب بما فيها الاستحقاقات القادمة كلها وما ينجم عنها من دعم استقرار مؤسسات الدولة وإعطاء الوقت لتنفيذ البرامج وغيرها. تطرقنا إلى القدرة الشرائية وإلى قضايا تتعلق بإجراءات طمأنة كما تكلم رئيس الجمهورية، لا سيما فيما يخص المواقع الإلكترونية، وأمر ثاني فيما يخص كذلك الدكاترة الموظفين، على أساس رئيس الجمهورية واعي بمشكلتهم ومتكفل بها وقد أعطى سابقا أو الموافقة على إدماجهم في القريب العاجل. تكلمنا كذلك على مراجعة لقانون الانتخابات وغيرها، وعلى رأس كل القضايا والشأن الداخلي القضايا المتعلقة برفاهية المجتمع وإسعاد المواطنين وتمتين الجبهة الداخلية حتى الأجنبي، أو للأسف نقول ربما بعض الأحيان ربما الشقيق لا يجد حركي ولا قومي داخل الساحة الوطنية الجزائرية ينفذ به لتمزيق صفنا. فقبل كل شيء يجب أن يكون الجزائريين متحابين متآلفين، يشعرون بالمخاطر الحقيقية الجدية الخارجية اللي دمرت سوريا ودمرت اليمن ودمرت السودان ودمرت، فكان هذا كذلك بإسهاب كبير ووضع النقاط على كل هذه الجهات التي تريد أن تبحث عن طائفية سياسية داخل الوطن أو مذهبية سياسية داخل الوطن لتمزيق الصف الوطني. اللقاء كما قلت كان إيجابيا وممتعا ومثمرا، وصح رمضانكم، ونبارك الجزائريين بعيد النصر اللي هو على أيام قليلة.